تركيا تنتج سككا حديدية من الأفضل عالميا. يشكل قطاع السكك الحديدية أحد أهم المجالات التي ترتكز عليها تركيا في خططها التنموية، والتي شهدت في السنوات الأخيرة تطورا كميا ونوعيا. مرت سكك الحديد في الجمهورية في عدة مراحل منذ عام 1950 حتى يومنا هذا، حيث ركزت الشركات التركية المنتجة للفولاذ وعلى رأسها كارديمير وتومسان على إنشاء خطوط جديدة وتطوير الشبكة ورفع كفاءتها. ساعد التطور السريع لقطاع السكك الحديدية في إنشاء القطارات السريعة التي تربط مفاصل المدن التركية الكبرى مثل أنقرة وقونيا، وامتدت هذه الشبكة إلى إسطنبول وعملت على ربطها بمدينة قونيا أيضا، كما بدأ العمل على ربط العاصمة التركية بمدينة سيفاس الشرقية منذ نهاية آذار مارس الماضي. وتخطط تركيا لزيادة عدد القطارات السريعة في كل أنحائها بوجه عام، حيث ستبدأ في تعميم التجربة على نطاق أشمل للوصول إلى 25 ألف كيلومتر من السكك الحديدية، وأيضا إلى 3500 كيلومتر من السكك فائقة السرعة و8500 كيلومتر من السكك العادية بحلول عام 2023. وصلت ميزانية السكك الحديدية في تركيا إلى 3 مليارات يورو في السنوات الأخيرة، وتهدف الشركات المنتجة إلى الوصول ل 53% من الإنتاج المحلي. وتسعى مصانع وشركات السكك الحديدية التركية إلى امتلاك 10,000 كيلومتر من الخطوط خلال السنوات القادمة والربط بين آسيا وأوروبا. في الوقت الراهن تضع تركيا لمساتها الأخيرة على خط آخر يربط أنقرة مع ثالث أكبر مدينة في تركيا وهي إزمير، وقد بلغت تكلفة هذا المشروع قرابة مليار يورو. وبفضل هذا المشروع يمكن السفر بين الوجهتين خلال 3 ساعات ونصف فقط بدلا من 14 ساعة.